بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. حل نعمته وبركته على ارواحنا جميعنا امين. احنا عايزين نتكلم عن صلاه الاكليل بمناسبه عيد الاسره، واهم حته في صلاه الاكليل هي حته الوصيه اللي بيوصيها ابونا للعروسين، عريس والعروس. طبعا كلنا اتجوزنا ولينا سنين هذا عددها، بس طبعا يمكن تكونوا ناسين الوصية، بس أنا بقول كل حد فينا بيحضر فرح يريد يخلي باله من الوصية عشان يجدد اللي هو سمعه في وقت الوصية. دي حاجة. تاني حاجة، الوصية لما بتتقال كلهم بيكونوا العريس والعروسة بيكونوا مشغولين في الصور والفيديوهات والحاجات دي، فنخلي بالنا من الوصية اللي تحت العروسين. يعني بعد حلول الروح القدس على العروسين طوالي، على طول يبتدي أبونا إنه يوصي العروسين الوصية بتاعتهم. لما أبونا يصلي باركهما وقدسهما وطهرهما، على طول يحل الروح القدس على العروسين، فيبتدي على طول أبونا يوصي العريسين، يقول الآن قد حضرتما في هذه الساعة قدام هيكل رب السماوات ومذبحه المقدس. يعني الوصية لازم تتقال قدام المذبح. زمان كانت الوصية أو الزواج كان زمان ممكن يكون في البيوت، دلوقتي اتمنع. لازم الزواج يكون في الكنيسة وقدام مسبح رب السماوات وهيكله المقدس. طب ايه قيمة ان الوصية لازم تتقال قدام المسبح؟ لانه المسبح هو عهد، عهد يقطعوه امام المسبح العريس والعروس. وكون انه ابونا بيسلم العريس لعروسته بيسلمها من ايدين ربنا، يعني ايدين الكاهن دي تمثل ايدين ربنا، هو بيستلم عروسته من ايدين ربنا نفسه قدام مذبح رب السماوات. والمذبح هو علامه عهد، انه انقطعوا عهد امام الله قدام المذبح المقدس وهيكله المقدس بانهم حينفذوا الوصيه فعلا اللي بتتقال، حينفذوها فعلا. عشان كده اي حد مش بينفذ الوصيه كان من الزوج أو الزوجة، معناها إنهم كسروا العهد اللي تعهدوه أمام الله قدام المذبح. إذن المذبح هو شاهد على العروسين أو الزوج والزوجة، شاهد قوي أمام الله يوم الدينونة إنه الكنيسة وصتك على مراتك، وإنت الكنيسة وصتك على زوجك، والمذبح شاهد على كده. ساعات الواحد مع العصبية والنرفزة يقول الظاهر أنا اخترت غلط. مش بيحصل منكم تقولوا كده أو كده؟ لا، هو طبعا أنت ما اخترتش غلط ولا هي اختارت غلط، إنما الاختيار جاء من ربنا نفسه. ودليل على كده إنه أنت استلمت عروستك من يد ربنا، إذن الاستلام كان صح والاختيار كان صح، بس أنت شوية عصبي أو هي شوية عصبية، فالاستلام كان أمام مذبح رب السماوات. إذن أبونا لما يجيب المنديل ويحطه على يمين العريس وهو ماسك عروسته أيضا بيمينها، ويحط المنديل عليهم، والشماس يقول إيه؟ استلم يا عريس عروستك. الاستلام هنا مش من يد أبونا، إنما الاستلام هنا من يد ربنا نفسه. فأنت بتستلم عروستك من أمام مذبح الله وهيكله المقدس بيد الله. وبعدين أبونا يقول إيه؟ وعلى هذا الرسم وعلى هذه الشريعة هكذا اتخذ سائر الآباء المؤمنين امرأة واحدة بطهر ونقاوة لطلب الذرية وإيجاد الخلف. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنين واحدا ليس بعد اثنين. يعني كل الآباء اتخذوا امرأة واحدة،
كل واحد ياخذ امراه واحده بس. طبعا شريعه العهد القديم كان ممكن ياخذ اثنين، لكن عهد الجديد اشترط انه لازم كل واحد له زوجه واحده فقط. ليه؟ لانه زي ما الكنيسه احبها المسيح، المسيح العريس والعروسه هي كنيسته، فالكنيسه واحده والمسيح واحد، فالمسيح احب الكنيسه وبذل نفسه عنها. فزي ما المسيح اختار كنيسه واحده، هكذا ياخذ الرجل امراه واحده بطهر ونقاوه لطلب الذريه وايجاد الخلف. يعني ايه؟ فيجب عليكما ان يعرف بعضكما حق بعض ويخضع كل منكما لصاحبه. يعني انه الزواج اساسا لابد ان يكون بطهاره ونقاوه، لانه في بعض الناس عايزين يمارسوا الشهوات الجسديه وعارفين ان الزنا حرام، فيقول لك الباب الوحيد عشان نمارس في الشهوه الجسديه هو الزواج. فهنا نقول له اذا انت بس عايز تتجوز عشان شهواتك الجسديه، لا، الزواج هنا يجب ان يكون بطهاره ونقاوه، مش عشان الشهوات الجسديه. عشان كده يا احبائي يقول انه الزواج اساسا لايجاد الخلف وطلب الذريه، ده اساسا. يعني العلاقه الجسديه اساسا ربنا عملها عشان نجيب عيال نملى بهم السماء. لكن ده ما معناه انه العلاقه الجسديه بس تكون من اجل ايجاد الخلف والذريه، لانهم زي ما هم العروسين جسد واحد وروح واحد، ايضا هم جسد واحدا وروحا واحدا. يخضع كل منكما لصاحبه. صاحبه مش معناه هنا بوي فريند وجير فريند، لا، مش اصحاب كده يعني، لا، صاحبه يعني ايه؟ دي مراته وانت ايه؟ دي زوجتك. يعني يخضع كل منكما لصاحبه، يعني الرجل يخضع لمراته والمرأة تخضع لمين؟ لرجلها. لأن الستات هنا بيزعلوا من بولس الرسول لما قال لهم يجب عليكم أيها النساء أن تخضعوا لرجالكن في كل شيء، فالستات بيزعلوا، يقول البولس الرسول يعني إحنا بس اللي نخضع وهو ما يخضعش لينا. فهنا نسي الرجل انه ربنا قال له وقت زواجه لا، الخضوع زي ما الست بتخضع لرجلها الرجل ايضا يخضع لمراته. اذا الخضوع ليس للزوجه بس، وانما للزوج والزوجه. الحته دي مهمه ليه؟ لانه كل الستات فاكرين بانه الرجل هو طالع فوق المراه، وانه الكنيسه بتحسس الست انه الراجل ده اعلى منك، بدليل انه بيقول لها هو المسؤول عليك ويجب ان تكرميه ويجب ان تطيعيه، والكنيسه يعني بتحسس المراه بانه يجب ان تقول له يا سيدي هو المسؤول عليك والرجل راس المراه. لا، الكلام ده مش صح، لأنه هنا الكنيسة يوم الزواج بيقول الاثنين لابد أن يخضعوا لبعضهم البعض. الرجل لازم يقول لمراته كلمة حاضر، والست لازم تقول لرجلها إيه؟ كلمة حاضر. إذن الطرفين لازم يخضعوا لبعض، والطرفين لازم يقولوا لبعض إيه؟ كلمة حاضر. صدقوني لو الاثنين أخضعوا لبعض والاثنين قالوا لبعض حاضر، 90% من المشاكل الزوجية بتتحلى، 90%. بس للأسف الشديد صعب على الراجل يقول لمراته حاضر، صعب شوية، ويمكن الست كمان مع العصبية صعب عليها إن هي تقول أيضا إيه حاضر. إذن التنازل لازم يكون من الطرفين، لأنه إذا الرجل مش عايز يقول حاضر والست إذا مش عايزة تقول حاضر، يبقى مين الفرحان؟ الشيطان. الشيطان فرحان جدا وقاعد في البيت وعمال يصفق لهم وعمال يقول لهم اوعى حد فيكم يتنازل ويقول حاضر. للاسف الشديد انه في بيوت كثيره جدا النهارده فاتحه بيتها للشيطان، كلهم
الشيطان عمال ايه يعني يقول لهم برافو عليكم، ما فيش حد يقول للتاني حاضر. ويعرف تماما اذا مش عايز تقول لمراتك حاضر او مش عايز تقول لمراتك اسف، انت هتخرب عليك وتخرب على بيتك وعلى اولادك وعلى مراتك، وفي النهاية هتخرب على ابديتك. كلام برضو للست، اذا مش عايزة تقولي حاضر ومش عايزة تقولي كلمة اسفة، مش عايزة تخضعي، في النهاية هتخسريها دنيا وتخسريها اخرة، لانه برضو السماء بعيدة عن كل حد صعب عليه انه يقول حاضر او يقول اسف. صعب على الرجل ان يقول حاضر، طب ما المسيح قال حاضر. اذا كان الله نفسه عمال يقول حاضر، اطاع الاب حتى الموت، موت الصليب، ودايما كان يطيع امه ويقول حاضر، واطاع للبشرية كلها. فاذا ربنا نفسه عمال يقول حاضر، طب انت ليه شايف كلمة حاضر كثير عليك؟ اذا من فضلكم يا احبائي، كان رجال او سيدات خلوا الدنيا تمشي شوية. الدنيا مش هتمشي إلا إذا كان في خضوع بين الرجل والمرأة، إلا إذا كان في كلمة حاضر، إلا إذا كان كلمة أسفة أو آسف، لأن الكلمتين دول لما تقالوش في البيت اعرف تمام الدنيا مش هتمشي، واعرف تمام إنه ممكن الأبدية تضيع منكم. بعد حلول الروح القدس على طول يقوم أبونا يوصي. التوصية للراجل أول ولا للست؟ ها، بيوصوا الراجل أول ولا الست؟ الراجل. ليه بيوصوا الراجل أول؟ لأنه هو المسؤول عن البيت. يوم ما أبونا لبسك البرنس يوم زواجك، معناها بيقول لك أنت كاهن البيت. عارفين أبونا في العيد لما بيلبس البرنس هو أبونا، فلما بيلبسك البرنس معناتها أنت كاهن البيت، أنت مسؤول عن البيت روحيا، فأنت لازم تتوصى من الأول. فالوصية دلوقتي للراجل، هنمسك وصية الراجل وبعدين نمسك وصية الست. يجب عليك أيها الابن المبارك المؤيد بنعمة الروح القدس أن تتسلم زوجتك في هذه الساعة المباركة بنية خالصة ونفس طاهرة وقلب سليم. في الأول بنقول له أيها الابن المبارك، أنت ابن الكنيسة. أول حاجة الكنيسة بتقول لك أنت ابن الكنيسة. من فضلك لما يكون في غلط أو يكون في مشكلة في البيت، من فضلك ارجع واجري لأمك الكنيسة، لأنه لو مشيت لأي حد تاني هيديك إرشاد غلط. لو رجحت لأمك الجسدية أكيد هتقف معاك وهتقول لك انت الصح ومراتك الغلط وتقوم المشاكل. فهنا انت ابن مبارك معناتها انت ابن الكنيسة، وهنا بتقول له طول ما انت ابن الكنيسة يبقى لازم ترجع للكنيسة في اي مشكلة بتقابلك. المؤيد بنعمة الروح القدس، يعني الروح القدس لابد ان يكون في بيتك. انت مؤيد بنعمة الروح القدس. ليه دلوقتي في بيوت كثيرة خربانة يا أحبائي الروح القدس مش شغال فيها؟ لا في صلاة في البيت، ولا في صوم، ولا في عبادة، ولا في تناول، ولا في اعتراف، ولا في كتاب مقدس مفتوح. أكيد الروح القدس مش شغال. إذا كل بيت من الروح القدس مش شغال فيه، اعرف إنه البيت ده إيه؟ خربان، والشيطان عمال يشتغل فيه. فأنت مؤيد بنعمة الروح القدس. وبعدين يقول لك الوصية إيه؟ المؤيد بنعمة الروح القدس. بعدين يقول لك تجتهد، الوصية الأولى تجتهد فيما يعود لصالحها وتكون حنونا عليها. من فضلك سيب أي حاجة، أي وصية تاني، وامسك بس في الوصية دي. تجتهد فيما يعول لصالحها وكون حنون عليها. لو نفذت الآية دي بس، اعرف انك انت حتعيش اسعد انسان في الدنيا. مش عايزين منك اي حاجة غير كده. تجتهد الى ما يعول في صالحها، يعني تجري وتشوف مصلحة مراتك ايه، وايه اللي بتحب مراتك وتعمله لها، وتكون حنون عليها. عشان بعد مرات يا احبائي الرجل عمال يقول
طب أنا بشتغل اليوم كله وأنا عمال أجيب فلوس وبشتغل صباح وليل ومش مقصر معاكم. مراتك مش عايزة منك فلوس، مراتك عايزة منك حنية، عايزة منك طبطبة، عايزة منك إنك أنت ما تزعلهاش. من فضلك ما تخليش مراتك نايمة زعلانة، ما تخليش مراتك نايمة ودمعتها في خدها. ليه؟ لأن ده بتجرحها، تجرح مشاعرها. الستات عكس الرجال، الست لازم يراضوها في نفس الليلة وما تباتش تاني يوم زعلانة، لأنه لو بات زعلانة هتجرحها زيادة. الرجل عكس كده، الرجل لو زعلان سيبيه، سيبيه البكرة ما تكلمهوش، سيبيه البكرة. لأنه لو قعدت تزن عليه وتقولولي زعلان ليه ولازم تقولي ليه وليه زعلان، أنت اللي هتزعلي، أنت كده اللي هتزعلي. ليه؟ لأنه يعني هيزعج فيكي. فالرجل لو زعلان يسيبه البكرة، لكن الست لو زعلانة ما ينفعش تسيبها البكرة، لازم تصالحها في نفس الليلة. إذن أغلب الرجال يا أحبائي يقول لك تجتهد فيما يعول لصالحها. أغلب الرجال في يوم الخطوبة أو أيام الخطوبة بتجتهد أن يعني ترضي خطيبتك، ما مش بتعرف تعمل لها إيه، تسأل يعني تجيب لها مش عارف، توديها فسحة، أكلها برا، تجيب لها هدايا، كل يوم داخل بورد، تجتهد إلى ما يعود لصالحها. لكن بعد الزواج أديك 40 يوم بس، بعد 40 يوم يعني حشوف منك الوش الثاني. طب ليه أنت ما بتستمرش أنك أنت تجتهد إلى ما يعود لصالحها؟ أنت وخطيبها يعني تجيب هدايا لأمها وتحنك أبوها ومش عارف تفضل تهزر وتجيب وتعمل، بعد الزواج خلاص كل حاجة إيه بتنتهي. إذن يا أحبائي الحالة الأولى اللي وصتك بها الكنيسة إنه تجتهد فيما يعود لصالحها وتكون حنون عليها. حسأل سؤال للرجالة والستات، يعني سدوا ودانكم شوية، ممكن تسمعوش الكلام اللي أنا حقوله للرجال. كم رجل فيكم يجتهد أن يعود لصالح مراته؟ كم رجل فينا؟ كم رجل فينا حنون على مراته؟ جاوب، جاوب من فضلك في سرك وجايب بضمير صالح. هل أنت بتجتهد إلى ما يعود لصالحها وبتكون حنون عليها ولا لا؟ لكن الرجل يا أحبائي اللي لا يهتم بمراته وملوش أي دعوة لا بمراته ولا بعياله ولا ببيته، ده إنسان أناني، يعرف تمام إنه حضيع أولاده ومراته وزوجته والبيت، وفي الآخر حضيع كمان أبديته. الوصية تقول إيه؟ كن حنونا عليها. تلاحظ الكنيسة بتوصي الراجل، يا راجل من فضلك خليك حنين على مراتك، لكن ما قالتش للمرأة خليك حنينة على زوجك. ليه؟ لأنه الست عايزة الحنية أكتر من الراجل. طب الراجل عايز إيه؟ مين يعرف؟ ها؟ جدع، الطاعة والخضوع والاحترام، ده اللي عايزه الراجل. فالكنيسة بتقول لك من فضلك مراتك عايزة منك حنية، وبتقول بعد شوية للوصية للستات من فضلك يا ست إنه راجل عايز منك الاحترام والطاعة وأيضا إيه؟ وأيضا الخضوع. عشان كده يا أحبائي يعني الراجل لما يكون حنون على مراته ويرضيها، لما يجي يصلي يشعر إنه صلاته مقبولة أمام الله ويشعر إنه صلاته طالعة في السماء. لكن لما تكون مزعلها تعرفش تصلي، تزعل مراتك وبعدين تيجي تصلي، تصلي إزاي يعني؟ لا يمكن. وإنت لما تقولي كلمة حاضر ولما تيجي تصلي تشعر بأن صلاتك مقبولة أمام الله، لكن لما تقولي لا ومش حاضر على طول اعرفي تماما بأن صلاتك غير مقبولة أمام الله. بعدين يكمل الوصية يقول إيه؟ أنت المسؤول عنها من بعد إيه؟ والديها. حتى دي مهمة يا رجال، أنت المسؤول عنها، مسؤول على مراتك، لأن دلوقتي في بيوت كثيرة خربانة
عشان الرجالة شالوا ايدهم من المسؤولية وبيجوا هم ايه مش مسؤولين لا على البيت ولا على الأولاد ولا على الست، فتخرب البيت. انت المسؤول الأول على البيت وعلى مراتك. ونستغرب جدا لما الراجل يقول لمراته خلي أبوك يجيب لك، ولا خلي أبوك يعمل لك، ولا خلي أبوك يسوي لك. أبوها إيه يا ابني؟ أنت قالوا لك أنت المسؤول مش أبوها. يعني أنا مرة حضرت مشكلة إن واحدة عايزة تسافر مصر عشان تشوف أمها ولا أبوها، ليها 3 سنين ما سافرتش، فبتقول له من فضلك اقطع لي تذاكر أنا وعيالي. يقول لك خلي أبوك يبعت لك الثمن التذاكر. أبوها ليه يعني؟ أنت رحت فين؟ ما أنت المسؤول عنها، ليه أبوها يجيب لها؟ أنت المسؤول عنها بعد زواجكم على طول. وقد تكللتما بالإكليل السماوي والزيجة الروحانية. يعني الإكليل ده إكليل سماوي من السماء، يعني إكليل ده مش حبر على ورق، الإكليل ده جاي من السماء، وهو ربنا اللي مباركه من السماء مش ورق وخلاص. عشان كده في الإكليل بنلبس العريس إيه؟ الإكليل. وبنلبس العروسة إيه؟ إكليل برضو. إيه يرمز الإكليل ده؟ الإكليل ده يرمز كأنه إكليل شهادة. مش إكليل شهادة معناته الزواج معناته استشهاد ولا حاجة، لا مش بنقصد كده، إنما بنلبسك الإكليل علشان تبذل آخر نقطة دم في حياتك من أجل مراتك. دمك أنت، مش تجيب دم هي، لا يعني تجيب دمك أنت. آخر نقطة دم في حياتك تجتهد إلى ما يعول لصالحها وتكون حنونا عليها. وهي كمان بنلبسها الإكليل عشان نقول لها لآخر نقطة دم في حياتك زي الاستشهاد، كون مطيع لي وخاضع لي، ويجب أن لا تخالفي أوامرهم. عشان كده يا أحبائي نلاحظ أنه الشماس في البولس بيقرأ ويقول إيه يوم الزواج، إن المسيح أحب الكنيسة حتى بذل نفسه لأجلها. عشان كده الكنيسة بتقول لك زي ما المسيح بذل نفسه لأجل الكنيسة، أنت كمان يجب أن تبذل نفسك من أجل مراتك. بذل نفسه لدرجة أنه اتصلب على الكنيسة عشان خاطر الكنيسة. احنا مش يعني مش انت مش هتوصل للصلب يعني، انما بنقول لك ايه ابذل كل الجهد ان تكون حنونا عليها وان تسرع الى ما يسر قلبها. الكنيسة بتقول للعريس ده اكليل سماوي، يعني اذا انت اسرعت الى ما يعول لصالحها وكنت حنونا عليها في السماء هتلبس اكليل. اذا الاكليل مش بس للناس البتوليين ابدا أو الرهبان، لا، الإكليل أيضا حيكون أيضا للناس المتزوجين اللي نفذ الوصية إنك تكون حنونا عليها وتجتهد إلى ما يعول لصالحها. يعني أول ما ترضي مراتك وتجتهد إلى ما يعول لصالحها حيتحط عليك الإكليل على طول فين؟ في السماء. ويقول لك أبونا فمتى ما قبلت ما أوصيناك به. لو سمعت الكلام اللي قلناه لك ده حتتين بس، مش عايزين منك أكتر من كده، تجتهد إلى ما يعول صالحها وأن تكون إيه حنون عليها. شوف حيحصل لك إيه، أخذ الرب بيديك. أول ما تطلع من الإكليل يدك في يد ربنا، هيفضل ربنا ماسك بيدك لآخر يوم في حياتك، بس نفذ الوصيتين دول. لكن بمجرد انك انت لا حنون عليها ولا تجتهد الا ما يسر قلبها، على طول ربنا يشيل يده منك. واوسع في رزقك، يعني ربنا هيوسع رزقك. بص الكلام اللي هقوله لك ده، اليوم اللي تطلع فيه بالبيت مزعل مراتك اعرف ان الرزق اتقفل في وشك. مش لان طالع انت زعلان من مراتك لان هي ادعت عليك او قالت لك روح مكفوله في وشك، لا، الكنيسة قالت لك كده روح مكفولة في وشك. طول ما انت مزعل مراتك الكنيسة بتقول لك روح مكفولة في وشك، مش هتسترزق ابدا الا ترجع
وتبوس راس مراتك وتقول لها حبيبتي أنا آسف، خلي الرزق يجي. عشان كده أوسع إيه في رزقك. وبعدين إيه تاني يديك؟ ويرزقك أولاد إيه مباركين. إذن بركة العيال تيجي لما تكون حنون على مراتك، ولما تكون تسرع إلى ما يسر قلبها. أولادك على طول يكونوا أولاد مباركين. وتاني ربنا يديك إيه؟ يمنحك العمر الطويل. يديك ربنا إيه؟ عمر طويل. لكن لما يكون في نكد في البيت يقصف العمر، مش كذا؟ مش بنقول النكد في البيت يقصف العمر، لكن لما تكون في سلام في البيت يعمل إيه؟ يمنحك العمر الطويل، ويديك العيش الرغد، ويحسن لك العاقبة في الدنيا والآخرة. شوف البركات اللي تاخدها. إذن بمجرد أن تسرع إلى ما يسر قلبها، كن حنون عليها، يديك رزق، ويديك أولاد مباركين، ويديك الدنيا، ويديك الآخرة. تاني أنت عايز إيه أكتر من كده؟ يعني أنت يا راجل إذا اجتهدت إلى ما يعول لصالحها، ربنا يديك بركات كثيرة. طبعا الست سمعت الوصية بتاعت الراجل وفرحانة جدا، وعمالة تضحك وعمالة تقول له سامع ولا مش سامع، وافتكرت هي ايه ما عليهاش دور عليها. طيب بص انت يا حبيبتي، وصوك ايه؟ يوم جوازك. وانت ايتها الابنة المباركة، زي ما قالوا له انت ايه ابن مبارك، قالوا لك انت كمان ايه ابنة مباركة. ابنة مباركة يعني انتوا الاثنين اولاد الكنيسة. من فضلكم يا أولاد الكنيسة، لما يكون في مشكلة في البيت اجروا على الكنيسة، اجروا على أب اعترافكم. لأنه ما ينفعش كل واحد يجري لأهله، طبعا كل واحد أهله حقفوا معاه. عشان كده زمان يا أحبائي، أبونا لما يسمع أنه الست طلعت زنجانة من بيت أبوها، يقوم أبونا يروح لبيت أبوها ما يتكلمش معاها خالص. هي الشخطة، انت يا بنت روح تجيب الشنطة بتاعتك، توطي وتقول حاضر، تروح تجيب الشنطة بتاعتها وتطلع مع ابونا. ليه؟ لانها شعر ان هي بنت الكنيسة وحتسمع كلام ابونا. لكن دلوقتي تعال شوف ابونا لما يمشي لوحدة زمجانة ببيت ابوها عشان يصالحها ولا يجيبها، نقعد نفتح الانجيل ونقول قال الله وقال الرسول وقال مش عارف مين، وعشان خاطري وعشان خاطر ربنا وعشان خاطر مش عارف مين، ولا هي هنا خالص. نقعد ننبح ونزعج ونتكلم وناخد ساعتين ثلاثة وهي ركبة راسها سيف، مش راجعة يعني مش راجعة. ليه؟ لأن هي مش شاعرة إن هي بنت الكنيسة. عشان كده النهاردة يا أحبائي الواحد يعني الكنيسة بتقول لك أنت بت الكنيسة، أنت لازم ترجع إيه؟ ترجع للكنيسة. اعرف كويس إنه لما يكون في شكلة بين راجل ومراته، الراجل يسمع الوصية لمراته بتاعتها هي يعني، والست تسمع الوصية إيه لرجلها، تقعد تقول له أو هو يقول لها أنت بت، أنت مش يوم زواجك قال لك يجب أن تحترميه وأن تكرميه وأن تهابيه وأن لا تخالف أمره، هو حافظ وصيتك، تقوم أنت إيه تسمع وصيته وتقول أنت برضو مش قالوا لك يجب أن تكون حنونا عليها وأن تجتهد إلى ما يعود لصالحها. كل واحد يسمع للتاني الوصية. ليه كده؟ أعرف تماما أنك أنت احفظ وصيتك ونفذها، وربنا يحديك بركات كثيرة جدا. وأنت احفظ الوصية بتاعتك ونفذيها، وربنا حيديك بركات كثيرة جدا. الوصية الأولى للست، افتح ودانك واسمع معايا، يجب عليك أن تكرميه وأن تهابيه. لأن النهاردة في بيوت كثيرة خربانة، الاحترام الستات للرجال قلة، ما فيش احترام وما فيش مهابة خالص، ما فيش أي احترام للست رجلها. اعرف تماما إذا لم تحترم رجلك ولم تهابيه وتكرميه وأن تهابيه، اعرفي أنك كسرت الوصية وخسرت بركات كثيرة جدا. إذن أول وصية لك إكرام الزوج واحترامه ومهابته. عشان كده يا أحبائي لما اتنين يتشاكلوا، الست تقعد تقول
يعني أنا لما يحترمني أبقى أحترمه، ما يحترمني أبقى أحترمه، وهو يقول هي لما تحترمني أبقى أنا أحترمه. ليه كده؟ لا، هو قال لك الكنيسة يجب أن تحترميه وأن إيه وأن تهبيه وأن لا تخالفي أمره. حاجة تانية مهمة يا أحبائي، الزوج الأمين في تنفيذ وصيته، حتى لو زوجتك غير أمينة في تنفيذ وصيتها، اعرف تماما لو نفذت وصيتك بأمانة هتدخل السماء على حساب مراتك، وانت كمان العكس. لو انه زوج غير أمين في تنفيذ وصيته وانت نفذت وصيتك هتدخل السماء على حساب زوجك. يجب عليك أن تكرميه وأن تهبيه وأن لا تخالفي إيه أمره. من فضلك ما تخلفيش كلام راجلك، من فضلك خلي الدنيا تمشي وقولي حاضر. ليه لك عادية وليه مش عايزة تقولي حاضر؟ طول ما أنت مش عايزة تقولي حاضر اعرفي تماما بأن الدنيا ابتدت تخرب. تقول لي الست، تقول لي أنا أقول حاضر ليه لما أنا عارفة إنه كلامه كله غلط من أوله لآخره غلط ورأيه غلط، أقول حاضر إزاي؟ هيوديني في داهية. على الأقل في اللحظة اللي فيها المشكلة قولي حاضر عشان الدنيا تمشي، وبعد ما الدنيا تهدى وهو هيعرف غلطه فين ويقول لك معلش سامحيني كان رأيك هو الصح. لكن لما تصر إنك تقولي أيوة يعني أيوة مش هقول حاضر، الدنيا على طول إيه هتخرب. بعدين وصوك يقول لك إيه؟ بل زيدي في طاعته على ما أوصي به أضعافا. يعني إحنا لو وصناه جراط يجب عليك أن تسرع إلى ما يسر قلبها وتكون حنونا عليها جراط. إحنا بنقول لك يجب أن تكرميه وأن تهبيه وأن لا تخالف أمره 100 مرة، بنوصيك أنت 100 مرة أكثر منه هو. ليه؟ لأن السعادة الزوجية في يدك أنت، البيت ده مش هيبقى سعيد إلا في إيدك أنت. عشان كده إحنا بنوصيك أضعاف ما وصينا زوجك. فقد صرت اليوم منفردة معه وهو المسؤول عنك من بعد والديك. نلاحظ الكنيسة أدت المسؤولية كاملة للراجل، لأنه دلوقتي يا أحبائي في ستات أخذوا هم المسؤولية. في ستات النهاردة اشتغلوا وجابوا فلوس ويمكن مرتباتهم أعلى من مرتبات أزواجهم، وركبوا العربيات ولبسوا المنطلونات وبيجوا هم إيه يعني عالي العال، وهم المسؤولين على البيت، وركنوا الراجل كده على الرف وقالوا له إحنا مش عايزينك خلاص. مهما كان لو كان مرتبك أعلى من مرتب رجلك وبتجيب فلوس، ما زال الاحترام للرجل موجود، أن تحترميه وأن تهبيه وأن تكرميه وأن لا تخالفي أمره. عشان كده يا أحبائي خصوصا في بلادنا دي، بس الرجل يفتح بوزه يقول بيم، بس يقول بيم، أجيب بيت كونسل، مش محتاجة لك ولا عايزك ولا عايز أشوف وشك، والفلوس والحكومة تديني فلوس وحعيش زي الفل أنا وعيالي ومش عايزة منك وأشوف وشك حتى. هو الكنيسة وصتك كده؟ وصت الكنيسة قالت لك سيبي اهجر بيتك ويمشي بيت الكونسل؟ ما زال هو المسؤول عنك من بعد إيه؟ من بعد إيه والديك، حتى لو كانت عندك فلوس كتير. الحتة اللي جاية دي برضو مهمة، لأنه بيشتكوا منها الرجال كتير. يجب عليك أن تقابليه بإيه؟ كويس الحافظين اهو. يجب عليك أن تقابليه بالبشاشة والترحاب وأن لا تضجري فين في وجهه. أنتوا بتقابلوهم بإيه؟ بالمكشاشة والقبقاب، مش كده؟ حبايبي الراجل، يعني يمكن نص الرجالة بيشتكوا من الحتة دي، إنه أول ما يجي داخل البيت بوزك مداش برين، حاجة تخض بصراحة، يعني بأمانة حاجة تخض، يعني ليه الكشرة دي؟ يعني ليه مكشرة في وش راجك؟ يعني قالوا لك أول ما راجلك يجي داخل البيت قابليه
بالبشاشة والترحاب ولا تجري في وجهه. انت بدل ما تقبليه بالبشاشة والترحاب تقبليه بالنكد وتقبليه بالمشاكل وبالعصبية وبالنرفزة وتمد بوزك ومش عايزة تقبليه ومش عايزة تتكلمي معاه، حسي بالبيت ويمشي. وبعدين تيجي تشتكوا تقولوا الرجال مش قاعدين معانا في البيت، ما تشوفوا السبب ايه؟ ما السبب انتوا، انتوا المطفشين الرجال بصراحة، انتوا مش عايزين الراجل يقعد في البيت. الراجل مش عايز يدخل بيته يقول انا مش داخل البيت الا لما المدام تتخمد وتنام، مش عايز يدخل البيت. اول ما تنامي هو يفتح الباب يتسحب كده برا ويمشي على سريره، مش عايز يشوف وشك. ليه مش عايز يشوف وشك؟ لان البوز الممدود شبرين والنكت والمشاكل، وبعدين هو ايه يعني يفضل متغطي في الصباح اليوم كله لحد ما انت برضو تطلعي يا ستي قبلي بالبشاشة. انت ايه اللي هيكلفك يعني لما تبتسمي كده؟ يعني ايه اللي هتخسري ايه يعني؟ ابتسمي ابتسمي خلي الدنيا تمشي تمشي يعني. وبعدين يقول ايه؟ يجب ان تقابلي بالبشاشة والترحاب وان لا تجري في ايه ولا تجري في وجهه. لا تضيع شيء من حقوقه ايه عليك. حتى دي برضو مهمة. يعني الست لما تكون متشكلة مع رجلها تقوم تسيب اوضتها وتمشي تقعد في اوضة العيال، وبعدين يقول لها تعالي الاوضة، تقول له لا مش جاية يا بنتي، تعالي الاوضة مش جاية، وحربيك وحأدبك وحوريك الادب كويس. يعني ايه ده؟ على طول تجرح العلاقة الزوجية وتدخل الشيطان وترفض ان تكون في مع رجلها في غرفتها عشان متشكلة معاه. لا تضيع شيء من حقوقه عليك. تتق الله في سائر امورك معه. يعني ايه؟ يعني سوري لو رجلك مش مستاهل، عشان خاطر ربنا حط ربنا امامك في كل حين، كل حاجة حط ربنا أمامك. اتق الرب الله في كل حين، تتق الله سائر أمورك معه. يعني كل حاجة مع زوجك اتق ربنا فيها عشان خاطر ربنا ننفذ الوصية. لأن الله تعالى أوصاك بالخضوع له. الوصية مش وصية أبونا، الوصية وصية ربنا نفسه. من فضلك خليك خاضعة لرجلك وأمرك بطاعتك من بعد والديك. ده أمر الطاعة من الله، وأمرك الله بطاعته من بعد والديك. إذن دي مش وصية بس، إنما ده أمر من ربنا إنك تكرميه وأن تهابيه وأن لا تخالف أمره وأن تزيد في طاعته والكلام ده كله. عشان ما تقوليش الكلام ده صعب، تقول ايه؟ كوني معه كما كانت امنا ساره مطيعه لابينا ابراهيم، كانت تخاطبه يا ايه؟ كويس اللي حافظينه. عمر ما ساره كانت تقول انت ابراهيم ولا انت ولد ابراهيم، عمر ما جابت اسمه على لسانها، انما كانت تقول له يا سيدي يا سيدي يا سيدي. من النهارده تقدر تقول لرجلها انت سيدي وانت تاج راسي. ما فيش الكلام ده دلوقتي خالص. اذا عشان ما تقوليش الكلام ده صعب، امنا ساره كانت بتقول الكلام ده لرجلها انت سيدي وانت تاج راسي. طيب، فنظر الله الى طاعتها له وبارك عليها واعطاها اسحاق من بعد الكبر. اول ما ربنا شاف انه مطيعه، ساره دي مطيعه، قام اداها البركه حتى لو البركه اتاخرت، أدها لها بعد الكبر، أدها إسحاق. ليه؟ لأنها إنسانة مطيعة. وجعل نسلها مثل نجوم السماء والرمل الذي على شاطئ البحر. ده مش معناه إنه يجيب عيالها زي شاطئ البحر والرمل، لا مش بقصد كده، إنما الأولاد حيكون إيه فيهم بركة. بصي، إذا سمعت ما أوصيناك به واتبعت جميع الأوامر، دي أوامر، شوف هيحصل لك إيه. اولا اخذ الرب بايه؟ بيديك. اول ما تكون مطيعه وخاضعه وتقولي يا سيدي وتقولي حاضر، ما تقوليش لا، على طول ربنا مش هيسيب يدك ابدا، ياخذ الرب بايه؟ في يديك.
ووسع في ايه؟ رزقك. تلقي مليان البيت ايه؟ رزق. وحلت البركات فين؟ في منزلك. ويرزقك أولاد مباركين يقر الله بهم ايه؟ عينيك. يعني يديك البركة ويديك الأولاد ويديك الدنيا ويديك الآخرة، وفي الآخر تاخذ الملكوت، بس انت نفذ الوصية اللي ادها لك ربنا. بعد ما يوصي العروسين على طول يديهم بركة كبيرة جدا، وبعدين يقول أبونا البركة الأخيرة: كذلك يباركك أيها الأخ المبارك، ويبارك زوجتك كما بارك نوح وزوجته، وكما بارك إبراهيم في سارة، وإسحاق في رفقة، ويعقوب في ليئة، ورحيل. بركة الرب الحالة في عرس قانا الجليل. إذا أنت سمعت الأوامر تحل عليكما ها وفي منزلكما، وتوفق بينكما، وتجعل المحبة الروحانية في قلبكما، وتديم أرزقكما، وتعمر منزلكما، وتمنحكم العمر الطويل والحياة الهنية مع الأولاد المباركين. شوف البركات، أول ما كل واحد ينفذ الوصية كل البركات دي تيجي نازلة إيه؟ تيجي نازلة من السماء. بركات كبيرة جدا، تلقى البيت مليان بركة. عشان كده يا أحبائي البركة مهمة، بركة الكنيسة مهمة. تذكروا يعقوب وعيسو لما تشكروا على البركة، يعيسو يعني جرى وراء يعقوب إزاي تأخذ مني البركة. ليه؟ لأنه البركة دي مهمة، لازم كل واحد يكون حريص على البركة. والبركة دي ياخدها الزوج والزوجة طول ما هم جايين الكنيسة، يجددوا البركة دي، يسمعوا من أبونا إيه؟ بركة وسلام لجميعكم، الرب مع جميعكم. طول ما أنتم موجودين في الكنيسة البركة تتجدد. لكن الراجل اللي ما دخلش الكنيسة من ساعة زواجه، ده ياخد بركة منين ده؟ أو البركة تجيله منين ده؟ ولا ست هي ما دخلتش الكنيسة من ساعة زواجها، مش هتلقى بركة في بيتها أبدا. بينما البركة إيه؟ تيجي لما تتزوج، لما تكون مواصب إيه؟ على الكنيسة. عشان كده يا أحبائي البركة موجودة، وحتكون في منزلك وفي بيتك وفي في أولادك المباركين وفي رزقك، وتديك السماء وتديك الآخرة إذا اتبعت جميع الأوامر. كن حنونا عليها، تسرع إلى ما يسر قلبها، تلقى البركات في بيتك وفي أولادك. وإنت كمان البركة تيجي ببيتك إذا اتبعت جميع الأوامر، كل ما أوصيناك به يجب أن تكرميه، أن تهابيه، أن لا تخالف أمره، وأن تقول يا سيدي، وأن تزيد في طاعته. كل ما نفذت الوصية، كل ما حلت عليك البركات، يعطينا الرب أن تكون بيوتنا بيوت بركة وبيوت صلاة وبيوت طهارة. له كل المجد والإكرام في كنيسته من الآن وإلى الأبد. آمين.